أقرب لهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، ولقهم برحمتك الأمن حتى يصبحوا من جنتك آمنين مطمئنين. جئنا إليك شفعاء لهم، جئنا إليك شفعاء لهم، جئنا إليك شفعاء لهم. يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع مواهبك عنا بسوء ما عندنا، ولا تجازينا بفضيحة عملنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، 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 ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن مسواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن مسواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن مسواك. اللهم رب السماوات والارض، رب السماوات ورب الارض، اللهم رب السماوات والارض، ربنا ورب كل شيء، فالق الحق والنوى، منزل التوراة والانجيل، منزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك، نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اغني عنا بالفضل، اغني عنا بالفضل، اغني عنا بالفضل.